محترف حط لنا التشكيل كده يا كابتن فتحي وانت بتقول. يعني انا ده تشكيل بقى ممكن يكون طبعا يعني انا بقول الشناوي مثلا النهارده اما تيجي تبص احمد حجازي، احمد حجازي محترف وجايبه النهارده هيلعب النهارده. ايمن اشرف كنت انا يعني انا شخصيا كنت حاطط ايمن لو اشرف جاهز. ظهير ايسر ظهير ايسر ظهير ايسر ليه؟ لان هو خلاص بيلعب في النادي الاهلي تعود على هذا المركز. في النهارده علي جبر، يعني علي جبر برده ممكن النهارده يبقى علي جبر يلعب على الوينج. انا بقول علي جبر يلعب علي جبر عشان خبراته اكتر مع ومحمد هاني محمد هاني ومحمد هاني محمد هاني محمد هاني لانه خلاص النهارده ليه ثقل النهارده في الجانب الدفاعي. ماتش البايرن بيتهيألي كان نقطه تحول في مشواره طبعا لا هو الحمد لله يعني محمد برده زاد جدا جدا سواء ثقه الاعلام وثقه الجماهير وثقه الجهاز الفني فيه لا بيأدي بصراحه بصفه كويسه. عندك بقى وسط ملعب، وسط ملعب يبقى عندك النهارده طبعا محترف النني في الارسنال، هيبقى الثلاثي طبعا من النادي الاهلي، وهيبقى طارق حامد مش هيقدر يستغنى عن حد من الثلاثه دول. يبتدي بالثلاثه مش هيقدر يستغنى عن حد من الثلاثه دول الا اذا شو انا بقول الا اذا استغنى عن حد منهم عشان يلاعب مين؟ مجدي قفشه. مجدي قفشه برافو عليه عشان يلعب قفشه. النهارده عندك الثلاثه اللي هيقدر يشتغل بيهم في الجانب الهجومي محمد صلاح وتريزيجيه ومصطفى وتريزيجيه. ادي الثلاثه اللي ممكن يشتغل زي ما قلت لك لو استغنى عن حد من وسط الملعب يبقى يحط محمد مجدي قفشه يبقى تحت الناس دي. ده انا في رايي التشكيل اللي ممكن الكابتن حسام يبتدي بيه من مباراه كينيا.